خليني قبل ما ابدا اتكلم مع ابطالنا على التفاصيل، اخد انطباعات حضرتك على هذه البطوله. ايه كانت ظروف البطوله دي، ومصر بتحقق لتاني مره بعد ما كنا في بوتسوانا 2014 المركز الاول؟ هو الحمد لله طبعا مصر حصلت على البطولة عن جدارة. البطولة ما كانتش سهلة، المنافسة كانت يعني كان في منافسة قوية من دول كتير، أبرزها طبعا دول شمال أفريقيا ويليها نيجيريا. أبرز المنافسين وأقواهم مين؟ الجزائر؟ الجزائر هو النتيجة، مصر الأول، الجزائر الثاني، تونس الثالث، المغرب الرابع، نيجيريا الخامس. الولاد الحقيقه كانوا على قدر المسؤوليه، نفخر بيهم جدا، مصر تفخر بان في شباب في هذا السن بهذا الاداء وبهذه القوه وملتزمين جدا، متميزين جدا. ده دليل ان ان شاء الله المستقبل في الرياضه ممتاز، حاجه تبشر جدا يعني.